السلام عليكم جميعا، صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد وتوقيته. ابي ارحب فيكم بحلقه جديده من ذا بلاك روب. الساعه الحين 4:24 دقيقه، هني 4:27 دقيقه، تاريخ 3/6/2019. هالحلقه هذه بتكون حلقه خاصه بردود على التعليقات. من زمان ما سجلت حلقه مثل كذي، وصاير هالفتره ما يني نوم بعد صلاه الفجر والسحور، واحس اني هايبر، فقلت احترم نفسك سجل حلقه مع المتابعين تواصل معاهم قبل العيد. فكل عام وانتم بخير، اسال الله انه يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. يمكن بكره العيد او بعد بكره، فعيدكم مبارك مقدما، واتمنى من كل قلبي ان الله يتقبل منا صالح الاعمال، سواء كانت صغيره او كبيره. انما الاعمال بالنيات. زين، خلوني ادش الحين. صار معي موقف اليوم. كنت مع الوالدة الله يحفظها، قاعد نشتري شغلات حق البيت وأثاث. ف الحمد لله، يعني دائما تستوقفني ناس ان تسلم علي، تقول لي احنا نعرفك من الازياء، نعرفك من المسرح. في ناس تقول لي احنا نعرفك من اليوتيوب، انت مصمم ازياء. بس ليش ابي اذكر الاخت هذه؟ لان الموقف الحين عكسي صار. كنت قاعد اشوف امي من بعيد، يعني انا سبقتها عشان اودي الاغراض السياره، اطالع من بعيد ولا امي قاعده تمشي مع وحده من الاخوات، يعني على سرعتها. فقلت معقول امي صارت تفتح حديث وتسولف هذا؟ فلما قربت عشان اسرع امي عشان نلحق نمشي، ولا قالت لي الاخت اللي معاها قاعد تكلمها تعرفني عن طريق الانترنت. فهني عرفت او ذا بلاك روب. سلمت عليها، شكرتها، وسالتها شنو برجها. هي برج الدلو. ف حبيت اني اوجه لها تحيه الحين اذا شافت الفيديو. وبس هي يمكن كانت والله اعلم من حرجة انها تكلمني على طول، بس لما حست ان المره اللي كانت معاي هي امي سلمت عليها. فبالعكس انا والله يشرفني ويسعدني. يمكن مرات اكون عصبي او سريع او متنرفز او هذا، بس عادي كلموني، ما لا تخافون، بالعكس الشيء يسعدني انا. انزين، فالحلقة اليوم أبي خلوني عشان ما أطول عليكم طبعا أذكر الألفاظ اللوك لوك 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 بالهذا. فكروا مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس قبل لا تكتبون التعليق، بالذات إذا كان تعليق سيء، لأنه راح ينمسح من الحين أقول لكم. والحمد لله أرجع وأقول أقسم بالله العظيم وأنا صايم أنا جدا سعيد، لأن 1% من التعليقات اللي تكون سيئة، ونادرا ما يكون عندي تعليق أمسحه. فأنا من القلب أشكركم، من القلب. زين، راح أرد اليوم على آخر فيديوين، اللي هو ما هي الأبراج التي تستخدم السحر عادة وعلاقتها مع الشياطين والعياذ بالله، والأبراج التي تتأثر، الجزء الأول. يعني برد بشكل سريع. زين، في أشخاص أريد رديت عليهم وحبايبي على السريع يعني، بس بحاول أستوقف عند التعليقات اللي هي ممكن تضيف لنا احنا الاثنين، يعني انا كفهد وانتو كمتابعين. زين، ما افضل الابراج الترابيه؟ انا برج الجدي اؤمن بالسحر واحس خيالي شيء كذب. نجاح العنزي، نجاح هذا اللي يمكن انا قلته. الترابيين حسب، في نوع يعمل فيهم، انت من النوع يمكن تكونين اكثر عمليه او طالعك مختلف. واساسا جمودكم وقوتكم تخليكم ما تخافون وايد من مواضيع السحر. لكن هل هو شيء خيالي وكذب؟ احنا الاثنين نعرف انه هو ذكر بالقران، وانا عن تجارب شخصيه اقول لك انه هو مو كذب. صباح النور والسرور. منى، عذرا مش طالع جيم. منى تفائلي يا منى. اتعس الابراج الحمل؟ ابدا، الحمل من اكثر الابراج اللي تحب الحياه وعمليه جدا، وإن كان فيهم فراغ بين وقت ووقت، بس يظلون طيبين القلب، معطائين، ويمنون وايد، يعني يعطون الشيء وهذا. فكوني إيجابية. بس أنت أدري إذا قاعد تكلمين أتعس أبراج الحمل حتى أعمال السحر تسقط عليها أكثر شيء. والله إنه كلامك صحيح. هذا يمكن أنا قلت تكلمت عنه بالحلقة. بس شوفي، التحصين والإرادة القوية فعلا، هو برج الحمل ممكن يتأثر ويصير يحاول إنه يبحث ويغير من حياته، اصلا ممكن يصلح الغلط بغلط على فكره. الحمل كذلك لانه برج ناري ومتهور وسريع باتخاذ القرارات، فديروا بالكم من هالموضوع.
وشكرا على التعليق. أم سيف الإسلام: والله يا أخي فهد، أنا برج الجدي أتغلب على الجن والشياطين والعياذ بالله بالقرآن، وخاصة سورة ياسين فهي أحسن علاج. ورد والله والله هو حرز من كل مكروه ونعمة بالله سبحانه. وفعلا كل آيات الله الكريمة، وفي طبعا صور وآيات خصصت لعلاج السحر، ممكن معروفة موجودة بالإنترنت، يعني مو أنا اللي بألفها أو هذا، أو إنه يعني مسوي حال إنه عندي علم فيها، موجودة هي بالإنترنت. في بعد برج القوس الرجل: بعد برج الأسد المرأة يعملون بالسحر لهدف نجاح المهني، وإذا حقدوا وإذا يبون يثبتون أن كلامهم صحيح. اس 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 عربي إنجليزي، أتفق 100% الكلام هذا صحيح. فيهم ممكن يستخدمون هالأشياء لإثبات رأي لغرور معين. هم عندهم الأبراج النارية عندهم تحدي لكل شيء بشكل سريع، بالذات برج الأسد، وبعدين يجي بعده القوس. القوس أكثر عنده مهني، مو مهم إنه ينجح بشغله أو لا، كثر عفوا برج الأسد أهم شيء يثبت نفسه ورأيه وحياته وهذا. برج القوس مهني أكثر عنده، لا مو بس عشان البرستيج، هو يسعى إنه يحقق أهدافه العملية رقم واحد. لا يا سيدي أنت المسلم. هذا تعليق أم سيف الإسلام، شكرا على التعليق الجميل. الأشياء اللي تخصني أنا بحاول أطوفها، لأن أعتقد رديت أنا بشكل كتابي. أحيانا أعتقد تعرفين الحين شو صار برجي. إنزين: مرحبا فهد، أنا خفت لوهلة لما قلت أنا عبد الرحمن غني عن الله، راح أتابع اللي راح تعرضه علينا بالنسبة للتأثر بالجن بعيدا عن السحر، أنا عمي عذراء. أوكي، أبي أرد عليك الحين تعليق، لأن أنت رجعتي وديتي بالفيديو الأخير. هذه الأخت موجبن، أعتقد MOGBEN. التعليق هذا بقرأ وبرد عليه. السحر أن أمي عذراء دائما تقول أني أسمع أصوات في جنح الليل، ناس يتكلمون مع بعض، أحيانا تفهم الكلام وأحيانا لا. وفي يوم كان الوقت الساعة 1 أو 2 صباحا، قامت إلى تذهب إلى دورة المياه، أكرمكم الله جميعا، سامع أيضا كلكم المشاهدين، خيال شاهدت خيال كأنه أنا طالعة من الغرفة، ومررت من جانبها وما تكلمت ولم أتكلم معها. طبعا هو الكلام شوية عامي، أنا قاعد أحاول أقوله بصيغة عربية فصحى. وتجنبتها، استغربت ولم تخف، ولكن عوضا أن أدخل إلى غرفتي دخلت إلى غرفة أخي. للتوضيح، أنا أنام مع أمي في غرفة واحدة، ولكن أنا كنت نائمة في مكاني. في الصبح لما أخبرتني لم أصدقها، حتى الأشياء الأخرى التي تقولها لنا دائما عن الأصوات، ولكن نحن نؤمن بأنه في عمار البيت عايشين معانا، لا يؤذوننا رغم أننا نقرأ القرآن في البيت كل يوم ويوم الجمعة، ونحط أيضا سورة البقرة. أما أنا فبرجي أسد وطالعي عذراء، ولكن لم أرى وأسمع في حياتي كلها شيء كهذا. إذا عندك حق، لكن بالرجاء ولا لا، ولا أعم. بالنسبة لأمي فهي متأثرة كثيرا بهذا الأمر، بس صار الأمر عادي عندها بما أنها مات بتخاف. أظن أني طولت، حبيت أشرح الوضع. نهاب سيد: على فكرة حادثة والدتك الله يحفظها ويخليها لك مو غريبة جدا. أنا عندي وايد أصدقاء من برج العذراء يحسون يشعرون، وهذا اللي أنا قلته بالفيديو اللي أنت شفتيه، يمكن عشان كذي لمس فيك شيء. طبعا هي رجعت قالت إن والدتها الله يطول بعمرها تجاوزت سن ال70. فأنا هني شنو بقول لك؟ شوفي، في أول شيء، هل والدتك كانت تشوف هالأشياء؟ ما عندي أدنى شك، العذراء فعلا يحس ويشعر وما يخاف، سبحان الله. يعني الله معطيهم الترابين ثبات واتزان في مثل هذه الحالات. لكن والله أعلم، بعد سن ال70 أنت أدرى في تكوينها العقلي، هل بعيد الشر يعني لا سمح الله وصلت لمرحلة الخرف أو لا. لأن أحيانا الوهم، إحنا أعوذ بالله، وديروا بالكم، حصنوا أنفسكم وفكروا ليش. لأن بقول لكم شيء مخيف عن العقل. العقل أحيانا ممكن يغوص ويتصور في أشياء لن تحدث، لكن خياله العميق
يجعلها كأنها حقيقة فيؤثر على الجسم. يعني ممكن أنت الوسوسة تؤثر على بدنك، تصير عندك الآلام الجسدية. في مسلسل تشيبولي أو تشيبول، أو بحط لكم اسمه الحين أكيد صورته، هذا ضروري تشوفونه، عن قصة يكفينا الشر صارت 1986، راح أخصص حلقة خاصة عن هالمسلسل، هو صاير ترند وايد ناس يتكلمون عنه الحين، بس لأن بأحداث المسلسل أيضا هم كانوا يتصورون أشياء أعظم ممكن أنها تصير، وفي ناس كانت تموت، يعني بعيد الشر عني وعنكم، والموت حق، الموت ممكن يكون شيء جميل، بس كفكرة كانت تموت بسبب أنه مو في شيء فيها شيء بدنيا، كثرة التفكير والخوف من الشيء خلق وسوسة أدت إلى تعب الجسم. ففي ناس وايد تلجأ تقول والله أنا مسحورة، أو أنا مسحور، أو أنا محسود. مو دايما، ممكن يكون سحر، ممكن يكون حسد، ممكن يكون جن، ممكن إحنا نخلق، إحنا عقولنا تتفاوت، أرواحنا تتفاوت، طاقاتنا تتفاوت، أحيانا يكون حقيقة، أحيانا إحنا نخلق الوهم ونصدقه. ف يعني مع والدتك ما اعتقد انه وهم اكيد، بس ممكن يكون يتطور الى مرحله لا سمح الله، اذا هي الله يعطيها الصحه والعافيه، انت ادرى طبعا، كل يعني بعض الناس بعد 70 وال80 وال90، مو الكل، بعضهم ممكن يصير عندهم خلل، بس انا واضح ان والدتك انت لو كان فيها بعيد الشر اي نوع من انواع الفكر الخلل او شيء كنت اكيد ذكرتيه، فالله يطول بعمرها ويحفظها ويبعد عنها كل مكروه. لكن مليون بالمية ممكن تحس وتشوف، لا تدشين معاها بجدال إذا أنت ما تشعرين فيه، معناتها أنه هو لا يحدث، وبنفس الوقت لا تجبرين نفسك أن أنت لازم تشوفينه عشان تصدقين. عيشي حياتك. انزين، اللي بعده، ما تتصور الأخت ريتاج ساد، أتمنى أني قلت الاسم صح، ما تتصور استاذ فهد ديش مبسوطه انك حكيت بهالموضوع، وانا عم اقرا عنوان المقطع حذرت انه الثور بامتياز هو الذي يعمل بالسحر. من تجربتي الخاصه عندنا الثور استعداد كبير لممارسه السحر، وكلامك صحيح 100%. بالنسبه للجدي اكيد فضوله يدفعه، والذكر عنده تعلق بالماورائيات، بس الانثى تستطيع الشعور بالكيانات الخفية لأن روحها شفافة. وحديثك عن القوس والحمل والأبراج النارية صعب أنك تسحرهم، وسحرهم على طول لازم تجديد. أما بالنسبة للأبراج الترابية يكفي أنك تدفن لهم السحر، والمائية ترمي لهم السحر بالماء، أما الهوائية تعلقه بمكان عالي تلامسه الريح. السحر موضوع معقد يلزمه مكونات مخصوصة وتوقيتات معينة وقلب ميت جبار كافر، وأول شيء يحتمه عليك أنك تخرج من الملة ويكون مأواك الجحيم. لذلك قليلين الناس الذي يتحملون الخلوة أو مسؤولية استحضار كيانات من العالم السفلي، لأن هذه الشياطين السفلية خبيثة وتنتقم في النهاية ممن يحضرها. بالنسبة لكلامك أنا أخاف عليكم من نفسي، أنا انتبهت لهذه الجملة وأظنك قلتها بدافع الغرور وما ألومك. وهذا اللي بالحلقة اللي قبل هذه بالضبط اللي أنا كنت رديت عليها وقلت لها أعوذ بالله من الغرور، لأنه فعلا هو أصلا الشيطان أول نوع من أنواع دهورتنا كبشر وإسقاطنا في الجحيم والعياذ بالله هي من باب الكبر، واللي هو أساسا نزله من الجنة ونزلنا معه. فأنا يعني وشوف الحلقة السابقة اللي ما شاف، قلتها بدافع الغرور وما لومك أستاذ فهد، لأن لو أنا موصلة لدرجة المعرفة اللي عندك أكيد راح يصيبني غرور، وأستمر في كتابك راح يكون دسم جدا جدا، راح ينجح أنا متأكدة. شكرا لك على تفاولين علي، متأكدة. والبشر ممكن يستحوذوا على حب الشياطين، والجن يعشق هم ويتعلق بهم ويحضر طاعة لهم. هل ممكن أعتبر أن هذا جواب على سؤالك؟ لأن التلبس يحتاج من البشر أن يكونوا خفيين وقادرين على اختراق الحواجز، ولا أظن أن الله أعطانا هذه الصفات. سبحان الله، الله ممكن ما أعطانا هالصفات، لكن الله أعطانا طرق. شوفي، كل شيء خلق في هذه الأرض وهي كرامات، في ناس الله يعطيهم القدرة على الوصول لهالمرتبة العليا، وأكيد مو الكل لازم يوصل لها، لأن
تخيلي لو الكل يقدر يوصل لهالمرحلة، يصير نفس وضعنا احنا مع الملائكة. يعني احنا بشر، احنا مو هذا، بس هي تصير اشياء رب العالمين اعلم فيها، اما لخلق التوازن، اما يعني كل ما ياتي من الله خير. انزين، فخفينا قادرين على اختراق العون. انزين، طبعا انا رديت على هني وشكرتها و ايه. فشنو هني ابي اقول، الابراج الترابيه طبعا انا ذكرتها بالحلقه السابقه عن هالموضوع، وايضا شو، بس في نقطه هني عجبتني وانا اتفق 100%. في لزيارتي لاحد هو مو الشيخ، البروفيسور اللي للحين ما نزلت حلقته، يمكن انزلها بعد العيد ان شاء الله. بروفيسور دكتور، رحت عنده. طبعا طاقتي، الله يستر لي طاقتي ان اوصل عنده بشكل غريب جدا. راح اتكلم بالحلقه مالته عنها لان قابلته يعني. فقال لي انت ماخ، انت مطعوم بالماء. لان انا قصتي مع السحر طويله كثير يعني، وابعد وابعد. فانا لاني قاعد اتكلم بشكل عام، وانا اعلم ان هناك الكثير من الاشخاص في حياتي يتابعوني وان لم يتكلموا معي بحرف و و و و، فانا راح اتحفظ للاسف. بتلاقون ان شاء الله بالكتاب اذا الله احيانا، لان صعب اتكلم بشكل عام. زين، لكن ردها، تعليق الاخت هني كانه اثبت لي انه فعلا، لان انا برج مائي، فمليون بالميه ممكن كلامها صحيح. لان بعد ما زرت الشخص هذا، سبحان الله، حياتي تغيرت بشكل جذري ولله الحمد للافضل. تمام، فبخصص حلقه خاصه ان شاء الله بعدين مع الوقت. واشكرك وايد على التعليق. بعدين في عندي انا برج العقرب، تاذيت وايد من السحر والتجديد، وشكرا على الموضوع الجميل. العفو. هني في ناس قاعد تقول اي ممكن ان يتلبس الجن، اللي راح اخلي الجواب انا جوابي الشخصي بعدين. انا السؤال بخليه كلنا نفكر فيه. الطيور المهاجرة تنظيم علينا وعليك اكثر، والابراج اللي عندها الحساسة هي المائية. اتفق مليون بالمية، لكن لا تتأثر كثير بالاسحار مهما كانت. والحوت اكثر برج يحب الغيبيات وامور السحر، واعرف كثير ناس تعاطت مع هذه الاشياء. برج الحوت والميزان يشتغلون بهذا المجال، لابراج الهوائية والجوزية النارية، الاسئلة الخاصة المرأة. انزين، ار اس جي الجدان، اجابه سؤالك من اللي انا فهمته انه ممكن الانسان يتلبس الجن، بوجهه نظري بافعاله وايضا بما يخفيه من شعور وما في باطنه من اذى وكره وابشع انواع الكره، اذا يمكنه من تقمص دور الملاك حتى يؤذي كل من حوله، ويمتك خاصيه الوسوسه التي يمتلكها الشيطان، فيقع من حوله بكل ما هو سيء ويضر بهم بأنه الخير والأفضل لهم. أتوقع في وايد ناس مروا بحياتنا من هالنوعية، الله يبعدنا عنهم، اللهم آمين. هذا اللي فهمته من سؤالك، وأتوقع هذا اللي تقصده إذا ما خاب ظني. على العموم يا فهد، متشوق للمزيد منك، أنت المفضل لدي دائما. شكرا، وأنت من المفضلين لي دائما، ما بيقول أنت بس المفضل عشان ما حد يزعل لي، لا حبايبي والله وايد من المتابعين. كلام منطقي جدا، نوع من انواع الشياطين الانس اللي هم مثل ما انت ذكرتيهم. سؤالي انا اعمق شوي كان، اللي هو اكثر من انه سؤالي كان هل الانسان ممكن انه هو يوصل لمرحله يدخل في الشيطان، يتلبس الشيطان ويتحكم بالشيطان. يعني هذا كان شيء اكثر بالنسبه لي منطقيا، وهو مو منطقي الكلام، بس منطقي انه يدخل، مو بس اللي هي الوسوسه والاشخاص اللي يكونون هم ذو وجهين او خلافه. ايضا ابي انوه ان شغل كل انسان في داخل خير وشر، هذا شيء معروف، وهذا لي انا تعليق عليه، موضوع الخير والشر. دائما اقول ما في كل انسان سيء ولا كل انسان جيد، سبحان الله. ممكن يكون الانسان هذا سيء لي، بس هو بالنسبه لناس اخرين هو ملاك، وفعلا هو ملاك يكون معاهم، والعكس صحيح. ايضا ممكن الانسان يختار في نفسه مما يملكه من جمال، ثقافه، ثروه، عافيه، ولا وهو الغرور، الشيطان، الكبر. ديروا بالكم الكبر، انا دائما احاول اهذب نفسي كثر ما اقدر، لان انا عندي ايجو عالي جدا،
بس الايجو مالي اسلطه على الاشخاص اللي احسهم يستحقون هالايجو، لكن بشكل عام احاول اني اتواضع كثر ما اقدر. انزين وهذا هو، ما هو شايفين قاعد نرجع لنفس النقطه، الغرور والكبر، الغرور والكبر. انزين شكرا على التعليق، بحاول امشي اسرع. يسعد صباحك وجمعة طيبة، كلامك جدا معقول ومنطقي. طبعا نحن مؤمنون بالجن مثل ما أخبرتنا. هذه الأخت صافية صوفي، شلونك يا صوفي؟ بالجن مثل ما أخبرنا عن المولى عز وجل، وكما هناك شياطين الجن الذين تشيطنوا عن أمر ربهم واتخذوا غير سبيل الحق، هناك شياطين الإنس الذين يتعاونون معهم على الإثم وعلى الشر، يكفينا شرهم، فهم سواء في انحرافهم عن الطريق السوي. كلام صحيح. أنا رحمة الله، حفظك الله وحفظنا من كل شر ونصرنا على أعداء الله جميعا، اللهم آمين. بالمقابل هناك المؤمنين من العالمين، وهناك تعاون فيما بينهم في سبيل الخير والصلاح بقدر المستطاع. باختصر التعليق، مشكور وايد على الإضافة وكلام سليم 100% 100%، ويبعد عنا وعنك، اللهم آمين. زهرة اللوتس، أبراج السحر المائية والنارية والهوائية، إذا توارثت ذلك من الأهل، أما الترابية فقط عندما تتعرض للسحر وتعيش حالة بحالة وترى بأم العين ذلك، لتصدق ما يحدث، لأن أبراج مادية لا تقدر المغريات. فعلا في أبراج تكون ترابية ما يؤمنون عندهم هالموضوع خزعبلات، إلا إذا وقعوا فيه بشكل من باب الفضول، أو إنه يعني صار لهم موقف أجبرهم إنه يصدقون، عاد هني يتفتح عندهم البؤبؤ في هالموضوع. طبعا الناس وايد والحياة كثيرة، وهذا الكلام لا يطبق على الكل، ولا أن يعني أن لا يوجد مع أشخاص كثيرين، يعني موجود مع ناس وناس لا. كلش متشوق للقادم جماعة سولوشن، بوجه لكم تحية كلكم، سامحوني ما أبي أطول بالتعليقات، أقرأ حبايبي أنت والله. هذا قلب ولايك إيه ثانية بدون قسم. وإيه هني هيفا العتيبي، أوجه لك تحية، شلونك يا هيفا؟ هني شنو كاتبة؟ أولا يسعد أوقاتك بالحب والنور والسلام، وأسعد الله أيامك وحياتك ومماتك ودينك وكل شيء في دنياك. ثانيا بدون قسم وإيمانات، ولطالما دار في رأسي هذا السؤال، ولو كان بشكل مختلف، بس عن جد أقول للمقربين مني، هل عمركم سمعتم أن الإنسي تلبس بالجني؟ طبعا اختلاف خصائص الخلقة والقدرات علميا منطقيا أكيد لا، لأنهم خلقوا من مادة سهلة التشكل والاختراق. بس عندي كلام جدا مهم، لو كتب لي ملاقاتك أو التحدث إليك، بإمكان التحدث بشكل أوسع، ذلك لما أكرمت به من قدرات مع التطوير بدراسة الريكي وارتفاع الوعي ومحبة وسلام لروحك أيها الراقي الجميل المشع. وهذا حسابي. هلا فيك يا هيبة، هيفا لتيبي لتي، أتمنى إني قلت الاسم صح. إن شاء الله أنا الحين قريت تعليقك، أتمنى تشوفين الحلقة تردين علي، وممكن نكون على تواصل، ليش لا؟ بس أنا بصراحة مو جابر نفسي، يعني أنا قاعد أمشي وانا مستمتع. وتعرفين ليش؟ لان احيانا نكون احنا مو جاهزين، حتى ارقامنا العمريه مو جاهزه. تمام؟ انزين. منيره قاعد تتحسب، منيره لاف قاعد تتحسب على كلامك عن برج الثور، قاعد تتحسب عليهم، الله يهدي العباد، الله بعيد. فالمهم اكثر برج تاثر بالسحر الجدي، وعلى مدى 10 سنوات شفتهم في منامي وبشكل كثير، والجن مخلوقات لها حقوق وعالم مستقل، لازم نحترمهم مثل أي مخلوقات أخرى، وأنا جدي ترابيين يتأثرون. فعلا أتفق معاك. لينا هذا قلب ولايك وبوسة وكل شيء. الله مني صعب يعني، بوسة خوية. أولا غبت غياب عنك لانشغالي. عندي هني بعد روي الأخرس، هلا يا روي. أول شيء عودة حميدة، شكرا أنك ذكرتيني ورجعتي. زين، أولا غبت غياب عنك لانشغالاتي العلمية وأبحاثي، أما عن ما بما قلته من شياطين الإنس، نعم أتفهمك، ونعم يوجد ذلك، وخاصة إذا كنت من الأبراج المائية وطالعك هوائي أو العكس، ستبقى مميزا كما قلت لك يوما ما، ستصبح شيء كبير، وعمري إحساسي ما خاب، وعلى ما أظن ما تشعر به وتراه أنا نفسي أشعر به، لذلك أتفهمك. أول شيء
إن شاء الله أكون شيء كبير بما ينفعني وينفعكم فيه، اللهم آمين. أما إذا شيء ما راح يعني يفيد يضيف للبشرية، ف يعني أسأل الله حسن الخاتمة، هذا كل اللي أقدر أقوله. وشكرا على هالثقة الجميلة، كلامك جدا يعطيني إعادة شحن، ريتشارج. انزين، نسيم حميدة، الأبراج المائية تتأثر بالسحر فعلا، ولكن روحانياتنا عالية والحمد لله، وهذه نقطة ممكن تقويها بالاستعانة. المهم، شكرا يا نسيم حميدة، كلامك صحيح. في بعد هذا اليوم، هذا قبل ساعتين واصل ترتيب الأبراج، جدي أكثر الأبراج تعامل بالسحر، عذراء عنده قدرة عالية أن يتواصل. على سبحان الله، هذا مستر سالم، ما أدري إذا أنت شفت الحلقة، هو راد على الجزء الأول، شوف الجزء الثاني، لأن هذا اللي أنا هذا تقريبا اللي أنا قلته. الرجل أكثر من مرة تتعامل مع الجن الثور، الحمل يتأثر بالجن والسحر، القوس يتعامل بالسحر، الأبراج المائية تتعرض كثير للسحر. إنزين، إن شاء الله ما أكون نسيت، خلوني أدش الحين على الجزء الثاني، أرد عليه بشكل سريع. طبعا الحلقة يعني نتسلى فيها مع بعض، يعني ما مو حاب اني اطول فيها، بس انه الجزء الثاني ما شاء الله صار وصل 1000 مشاهدة، شكرا. كم لايك؟ 57 لايك و2 ديسلايك، وتعليقات واصلة تقريبا 59، اللهم زيد وبارك. واتمنى ان انا وانتم ننتفع من هالتعليقات الجميله. انزين، خلوني اختصر. اهم شيء، وين دخلت انا؟ وين دخلت انا؟ اتكلم فيها اخاف من اوكي، ابي اخلص. زين، بسم الله، ابي اخلص عشان ما اطول عليكم. ما شاء الله. أول شيء زهرة اللوتس، تحية كبيرة من القلب ومعزة لك وعلى تعليقاتك الجميلة، وشوربة عدس هنية لو مليتوا منها نهاية رمضان. فهودي الورد، شلونك؟ أنا معجبة بذكائك وفطنتك وجمالك وشعرك. على فكرة شعرك أنت رابطة، بس قلت خلاص في عندي معجبين حابين الشعر، لأن يمكن قصة، فقلت راح أصور فيه. زين، ايه، احس اني قلبت شيء مخيف. انزين، امستردام، زين، جمال روحك. وامين امين احمد مسوي لايك، قاعد يضحك علي مسوي لايك. انزين حبايبي، والله تضحكني تعليقاتكم مرات. انزين، السحر في العراق كثر وزاد وانتشر بخمس مدن كبيرة بالعراق، هذه زهرة اللوتس قاعد تقول. كبيرة بالعراق، وهي بغداد، البصرة، النجف، الحلة، الكوت، وكلهم يهود وخاضعين لبرنامج يهودي تدمير للعراق، وهناك أدلة دامغة تؤكد هذه الأسعار من مصدر واحد. أقدر أتفق معك بنسبة 60 إلى 70%، تمام؟ ولنا رجع لموضوع السحر وهالأشياء، وإنه من وين وليش وش معنى العراق ومصر والمغرب. زين، واللي عنده معلومات عادي ضيفوها لي، I would love to، بالعكس، بس تكون أرجوكم معلومات صحيحة، لأن دائما أنا هم أحاول أبحث شوية عن عن عن, عن أي تعليق أقرأ إذا حسيت إنه شدني. زين، في بعد ضايفة نعيمة بعد الأفطار، أنا بنت 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 يا فهد حرام. إيه هزار يونس، خلاص عرفت إن أنت بنت. هذا لايك وقلب، الله يحفظ الجميع، يحفظ الجميع ويحفظك أنت أكيد. خليك لي ولي وما يحرمني من تعليقاتك. زين، اميري علي، حلو اني من برج الجوزاء، اي والله حلو، سويتك لايك. زهرة اللوتس، عقرب خلق لرسالة بالحياة، نادرا ما يلبس وعادة ما يكون هو الساحر، اذا قلت السحرة في بقعة ارض معينة، هو علمي منكفي، اعتقد منكفي حساب رياضي، لا يرضى الا بقوانين الواقع ولا يهم اي شيء. لان انا قلت بالعقرب هو مو ينسحر دائما ولا دائما يتعامل بالسحر، بس طبيعي ان في ابراج تتعامل بالسحر من برج العقرب. كل الابراج يعني لما انا اقول على الاغلبيه، لكن ما في برج كله ممتاز ولا في برج كله خبيث.
طبيعي طبيعي يعني. انزين، لان في تعليقات الحين راح امر عليها على السريع تكلمت عن الموضوع. يلاحق كثير العقرب من قبل الجن، ممكن لانه مائي. هاي كيفك فهد، هلا ليلى. ليلى انا تمام الحمد لله. الترابي ابعد ما يكون عن السحر لطبيعته الماديه. لا ما اتفق معك، سويت لك لايك بس شلت القلب. زين، زهره اللوتس. هزار يونس، فهد من رايي ان العقرب يتلبس انه شهواني او يميل بشده لشيء معين، حاد ما عنده وسطيه نوعا ما، والشياطين اعوذ بالله منك ممكن يلقى مدخل لجسمه. طيب فهد، الحوت ما عنده مقدرات علاجية لوظف طاقة صعب. بلى، برج الحوت هيلرز ممكن يكونون. قاعد اقول لك هم والعذراء عندهم طاقة عالية جدا وغريبة جدا مع السماء تؤهلهم. وعلى فكرة الحمل كذلك، الحمل في نوع من أبراج الحمل إذا وظفوا طاقتهم ودرسوا هالشيء مهنيا أو علميا. أنا مثلا البروما، في شخص سويت عنده ثيرابي انرجي هيلينج مساج من برج الحمل كان. ففي أشياء، في ناس عندها طاقات إذا لقت هالطاقات. وعلى فكرة أغلب الناس هذه تدرون متى صاروا يسوون هالأشياء؟ مو بداية عمرهم، أغلبهم بعد الأربعين والخمسين والستين سبحان الله. وكلهم صارت معاهم قصص غريبة خلتهم يتخذون هالقرارات هذه. عودة لهل الحوت، الحوت عنده طاقة كبيرة إذا وظفها، إذا وظفها صح. طبيعي طبيعي، هذا يعني هيلينجز وانرجي، وهم اساسا دائما عندهم شيء راح نتعمق فيه بالحلقات يعني ان شاء الله القادمه السابقه اهم شيء. زين، مستر محمد مبدع اخي فهد، ممكن تعلمنا طريقه نعرف بيها البرج الروحاني يعني الطالع، ونكون ممنونين لك. هلا اخ محمد، اخ محمد حبيبي شكرا لك على المتابعه، انا جدا سعيد ان انت صرت من المتابعين الدائمين. شوف، في مواقع تدخل عليها تكتب الاسم الثلاثي اعتقد، ساعة الولادة، المدينة اللي انولدت فيها، تاريخ الميلاد، وبعدين هو يعطيك يعني يسوي عملية حسابية ويعطيك هو الطالع. بحاول اشوف لك هالموقع، بس انا دائما استعين بطاقاتي وهالة الشخص اكثر من اسأل اكيد عن الارقام، مرات ممكن تكون فعلا يعني تتماشى معي، بس انا دائما استخدم الفراسة بالموضوع اكثر من انه الارقام، بس هي يعني لعملة واحدة، بس أحيانا ممكن يكون في خلل. زهرة اللوتس، الحين مخلوق الجن مخلوق ناري يهاب المخلوق الذي يكون تركيبته مائية ويعشق ويتعامل معاه بالأبراج المائية. أعتقد هذا الكلام منطقي، لأن في وقت أنا حاول يتلبسني بإيدي اليسار، وأتذكر إني مسكت، أنا قاعدش بالعميق الحين، راح اقول لكم القصه بعدين. زين، اعتقد اني ذكرت شيء فيها بس ما ادري، يعني افضل اني اقولها بعدين. بس كلامك منطقي جدا. نجلاء احمد، اسعد الله مساك، في شخص من برج القوس يعرف عني شغلات. اوكي نجلاء احمد، سمعوا سمعوا، تصدقون ابي اختم بعد تعليقين ثلاثه، انا طولت بالفيديو بس هذا مهم، ابي اوضح فرق الحين. اسعد الله مساك ومساك يا نجلاء، في شخص من برج القوس يعرف عني شغلات رغم أنه بعيد عني، وألاحظ أنه يقول أشياء وأشياء اللي يقولها وربي هي فيني، بس ما يقولها لي بطريقة مباشرة، مثلا ينسبها لنفسه أو يجس نبضي علشان أأكد له الكلام وأقول له، حتى مثلك لدرجة صرت أشك فيه أنه ممكن يكون يتنبأ، وأحيانا أقول لا يمكن تكون صدفة. إن شاء الله تكون فهمت علي يا أخ فهد. اي شيء بالدنيا ان مارسناه تدربنا عليه راح نوصل لاشياء عظيمه. كره القدم، عندك موهبه دربت رحت، هذا توصل اعلى مراتب. الطب كذلك، عندك موهبه مثلا عمليه جراحيه كذا، تطورها توصل اعلى مراتب. كذلك الناس، بغض النظر هل هو برج قوس، هل هو برج ضفدع، هل هو برج الاسد، اي انسان بالدنيا عنده شيء، لقى مفتاحه، حبي يطور يوصل له. ما استبعد، شوفي في الحين كذا شغله، احيانا وبالذات الابراج الناريه القوس يعني، بالذات برج القوس عندهم حدس، مو حدس،
عندهم نظرة بلاستيجية عن الأشياء وتحليلية نوعا ما، وإن كانت توحيلك بالسذاجة، لأن هم برج انطوائي بشكل أنا الحين قاعد أتكلم عن برج الأكثر، انطوائي بشكل اجتماعي، اجتماعي لمصلحته العامة، ما يعني يعرف ياكل اللقمة، يعرف يخطف اللقمة من الفم. برج القصر رجل، ليش؟ لأن عنده قدرة على التلون. ليش أنا بحلقة برج القوس المنافق قلت؟ يعني ما أعني إن هم سيئين، بس فيهم لأن عنده القدرة على التلون. فمعاك أنت، هو يجد ثغرات، يدخل من خلال الثغرات ليستخرج يعني مثلا شيء من الحدس وشيء من العلم، يوصل للنتيجة. بعدين ما أستبعد أنه هو يراقبك مراقبة عمياء بشكل غير مباشر، لأن في بعض الناس تكون مهووسة بالآخر، فتبدأ تطور هذه. يعني مثلا ممكن هي تبدأ، أنا أقول لك أعطيكم مثال بسيط. خلونا نقول أنا الحين أبي أراقب شخص، لما أبي أراقب هالشخص أبدأ شنو أبحث عن شلون براقبه، عن برامج مثلا أحطها بالجهاز. فأنا هني طورت، واحد أبي أراقب الشخص النية، اثنين جبت هذا برنامج للتتبع، بعدين شوي شوي صرت لا أبي أنا أشتري جهاز. هي تصير أشياء تتراكم تولد فكرة عامة للتمكن من السيطرة على الآخرين. وضحت الصورة؟ هو دائما أي شيء عندنا بالحياة مدى رغبتنا الشديدة بالحصول عليه، فنبدأ إحنا نخترع الأشياء سواء هذا الشيء سيء أو جيد. أتمنى يا نجلاء وضحت الصورة، أو شلون أنا قاعد أوصفها بهالشكل، إنه هو ممكن كان عنده حدس، طور هالحدس بناء على إنه هو معجب فيكي بشكل إنه حاب يعرف كل شيء، وبدأ يطور السكيلز اللي عنده، المهارات، بغض النظر هل هو يتعامل مع السحر أو لا، لأنه مو كل شيء بالدنيا سحر، في أشياء داخلة بالعلم، داخلة بالفراسة، داخلة بتعمق الشخص للأمور. هذا يعني أحاول نرد مختصر. وشكرا وارحب فيك مرة ثانية بالقناة. انزين، انا الحين ابي اختصر، وشكرا لكل الاشخاص اللي دعوا لي بالهدايا والثبات، جزاكم الله خير، احبكم في الله جميعا. بحاول انا في تعليق بس ليه برج الحمل؟ انزين سامحوني، والله والله انا على كثر ما انا سعيد بحاول ارد عليكم تعليقات بسيطة. انا زين، خلينا نشوف هذا نيوست. اكتفي يا حبايبي، اكتفي لان طولت عليكم وايد. اشكركم وايد على المتابعة، اشكر كل الحبايب اللي ظلوا معي لاخر الفيديو. اتمنى تشاركون الفيديو، تسوون لايك ديسلايك، تعلقون عجبكم ما عجبكم، علقوا معي، حاولوني، اللي عنده تجربة لا يتردد، اللي ما قاعد ارد عليه على طول بالايميل او بالرسائل الخاصه بالفيسبوك او الانستغرام وغيره، ترى والله مناسيكم، بس انتم تدرون وضعي المهني والحياتي ما قاعد يسمح لي دائما افتح، واخاف افتح الرسائل انساها بعدين. بس اقسم بالله دائما ارد، حتى لو اطول، مرات ارد بعد ساعه، مرات ارد بعد سنه. بس من الاشخاص اللي جربوا وتعاملوا معاي وبعثوا لي ايميلات ورسائل، انا متاكد اني رديت عليهم. يعني يمكن اطول شوي بس دائما ارد، يعني طالما ان شاء الله حي ارزق راح ارد عليكم كلكم بقدر المستطاع. شاكر لكم المتابعة، اتمنى لكم يوم سعيد، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم. هذا للناس اللي الحين قاعد يتابعون، اذا انتم قاعد تشوفون الحلقة بعد الله اعلم كم سنة، هم اتمنى لكم حياة سعيدة، وتصبحون على خير، أو أتمنى لكم يوم سعيد. قلتها، واترككم في أمان الله، إلى اللقاء إن شاء الله.